عادل عبد الرحمن أيقونة خط الوسط في تاريخ النادي الأهلي. عادل عبد الرحمن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، الذي سطر تاريخا كرويا لا ينسى كونه أفضل اللاعبين في جيل الثمانينيات والتسعينيات بالقلعة الحمراء. اعتبره النقاد واحدا من النجوم المميزين في وسط الملعب خلال فترة دفاعه عن ألوان المارد الأحمر. عادل عبد الرحمن من مواليد شبين الكوم بمحافظة المنوفية في 11 من ديسمبر من عام 1967. ساهم بقوة في فوز المنتخب الوطني بمسابقة كأس أمم إفريقيا نسخة عام 1988، وتأهل ليشارك مع كتيبة الفراعنة في مونديال 1990 بإيطاليا تحت قيادة المدرب الراحل محمود الجوهري. أحرز عادل عبد الرحمن مع النادي الأهلي 19 بطولة ما بين دوري وكأس وبطولات عربية وإفريقية وأفرو أسيوية، ولعل أبرز مواسمه عندما قاد الشياطين الحمر للفوز بمسابقة دوري أبطال إفريقيا عام 1993، بعدما سجل هدف الفوز في شباك أفريكا سبور الإيفواري من ركلة جزاء خلال المباراة التي أقيمت على أرض استاد القاهرة. ولعب عبد الرحمن مع الأهلي 7 مواسم بداية من عام 1988 وحتى عام 1995. بعد اعتزاله اللعب اتجه عادل عبد الرحمن للعمل كمدرب في قطاع الناشئين بالأهلي بعد الاعتزال لمدة 10 أعوام متتالية، ثم تولى منصب المشرف العام على براعم الناشئين بنادي إم بي عام 2008 ليقضي 5 مواسم حقق خلالها طفرة كبيرة مع ناشئي الفريق البترولي، قبل أن يتجه للعمل مدربا في الدوري السعودي مع أندية الشباب والنصر والباطن والوحدة واتحاد جدة، محققا معهم 10 بطولات قبل أن يعود للتدريب في الدوري المصري من بوابة نادي سموحة في فبراير عام 2019.